ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كل حاجه عندكم بخير. بنكمل مع بعض وبرنامجكم التاسعه. اظن احنا كلنا كل الناس كل العالم يحب جدا العروض السحريه والالوجن والحاجات اللي زي كده. وطبعا احنا يمكن النهارده تابعنا عرض قام بيه الساحر الفرنسي مولا يوسف بالمناسبه قدام رئيس الجمهوريه. مولا Yes, nice to meet you. سعيد بلقائك. أنا سعيد بلقائك. سعيد أن أكون هنا معك. هذا يسعدنا ويشرفنا أيضا. وأنا أحتاج منك أن تفاجئني هذه الليلة. سوف أفاجئك لأنني أحب أن أفاجئ أهل مصر وأحب مصر وأحب أن أؤدي هنا. كان أمرا رائعا. الرئيس كان هنا وكان الكل ينظر إلي. كان الأمر مذهلا. كل شيء يحدث بسرعة. نعم لقد وصلت لأول مرة لمصر منذ يومين فقط. هل تحب مصر؟ نعم أحب مصر جدا والمصريين. شرم الشيخ ومصر رائعة جدا والشعب المصري ودود جدا والمدينة رائعة والبحر رائع والمشهد وأن يشاهدك الجميع في التلفزيون هذا أمر يبعث على الجنون. هذه أول زيارة لي في مصر فعلا. أنت ضيفنا إذن أشكرك.